نبي وليت بوجهنا وتحية الناس الكل اللي بخيمة باش انو اليوم نوصلوا لليوم من هذا هذا كل شيء أضع كل شيء واضح تدخل الدار عارف شو نعمل. أنا أعتزم مني عن دخل دخل هي بتيير. الأستاذ لما يرى تلميذه أفضل منه يكون فرحان إلى أبعد الحدود، لأنه الوحيد اللي يبدأ سعيد بأنك تتجاوزه أو تفوته. لو ليه معناتها ولا حتى تلامذه ما يعرفوش اللي معناتها التدريس عن بعد، مش في باله اللي كونه الأستاذ معناتها ماهوش قريب للتلميذ، بالعكس احنا عندنا علاقة كبيرة برشا بيني وبين تلامذتي، معناتها نتصرف معهم بتلقائية كبيرة برشا، هما كيف كيف وعشرة تولي ربما الناس ما تصدقش، رغم اللي أونليني راهو روابط نتاع محبة معناها فوق الوصف. أنا ما كنتش نمن إنه العباد نجم تعمل دي غولاسيون أ ديستونس وتكون أوسي بروفوند سي غولاسيون. برشا وسعيدة اللي تحصلت على الرتبة هذي وخذيت شهادة من عند ذكية أكاديمي. فرحة كبيرة برشا، هي فرحة النجاح اللي تعب عليها يحس عليها. هو الإحساس الأول الفرحة أكيد، بعده تحس روحك بالفخر. الحقيقة فرحت برشا 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 اللي قابلت أساتذتي وتعرفت عليهم بالوجه، وفرحت برشا اللي خرجت وشديت الشهادة وقعدت مع أصحابي.